كان راجل كبير 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 مقام وكبير كان كبر مقام كبر مقام راجل محترم ما قلتش على حاجه وكان بيغير عليا من بقول لك من من التراب اللي ماشي في الشارع اللي بيطير في الشارع الله يبارك الف رحمه الله عليه الله يرحمه وكده جيت انا في مره كنت معاها في البلد عند ابويا في البلد ما كانش عندنا تليفونات حلو جيت انا بتصل بالسنترال عشان ايه ابني يكلمني قال بتاع السنترال قال ايه يا حاجه كلمي التليفون حلو في الوادي الجديد حلو شوف انت ولا ابوك اللي هيخش ايه يرد على التليفون حلو نهارت ما قال شوف انت ولا ابوك يرد على التليفون كان يوم مجزره من جوزي معاهم في السنترال اي انا جوزها ازاي انت تقولوا ده ابوك ولا ابوكي انتوا في ايه انتوا ما عندكمش نظر انتوا ما عرفتش قالوا بس يا حاج احنا ما خدناش بالنا وقالوا لي قلت انا قلت له عمل او ما عملتهم كده هم مسكتوا صراحه وكده كان بيغير يعني عليك بيغير عليا يعني كنت غير كده خالص بقيت زي القمر لا الحمد لله والله كنت غير كده خالص والله العظيم زي انا 83 سنه بس بعد عنك كان السكر مدهمني والله ربنا يشفيك والضغط بعد عنك كان جاب لي جلطه قبل كده والكبد وكل الحمد لله الحمد لله رب العالمين ربنا بيديك الصحه علشان البيوت اللي قلنا بقى يا ست الكل سؤال تاني معلش اتفضل يا حبيبي الله يبارك لك ويديك الصحه يا رب وطيله العمر ايه اللي انت عايزه تحققيه يعني ايه اللي انت بتشتغلي دلوقتي عايزه تحققيه في حياتك انا الحمد لله كل ما امنت حقيقيه الحمد لله حققتيها كل حاجه نفسك لله. فيها ربنا كرمك وحققتيها الحمد لله طب قولي لي نفسك في ايه دلوقتي يعني قولي لنا واحنا على الهوا دلوقتي لا الحمد لله يا حبيبي بجد والله الحمد لله مرضيه والحمد لله مقتنعه بكل كلها كويسه معايا وانا بحب الناس والناس بتحبني وكل حاجه ربنا يبارك فيك يا ام يا رب الحمد لله انا بهديلك كده بعض شويه الكلاوي دول اللي بحمرهم دول ايوه ايه رايك انا هاكلهم لك بايدي والله عسل من ايدك الله يبارك لك الله يبارك لك بتحبي الاكل حار يا حاجه نعم بتحبي الاكل فلفل حار لا 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 مش بتحبي فلفل بتحبيش الحار ما بحبش الشط الزياده يعني بتحبي الشط الزياده ايه بقى وانت بتبيعي العدس كده وبتبيعي لا في زبوني يقول لي حطي لي شط زياده وفي زبوني يقول لي لا بسيط وفي واحد يكون متغاظ من صاحبه ولا حاجه اكون بحط العدس او كده يروح ماسك المعلقه ودبها مرتين وحطها في قلب بتاع ومغطيها بالعدس وما يعرفش ان دي فيها شط لا يعرف بس هو عايز يعمل زميله او صاحبه او صاحب شغله قلت له انت اللي هتعمل لي كده المشكله مش انت ايه رايك في الريحه الحلوه دي يا حاج جميله والله شفت الريحه الطيبه ديت جميل الله يبارك لك يا اختي اهي شفتي اللهم صل على النبي طبعا يعني اكيد ولاد الحته ولاد المنطقه اللي انت فيها في حد برضو غير شربات وغير سامي وغير ولادك له موقف في حياتك وساعدك لا كل الناس بتحبني كل الناس بتحبك هي دي الشامه المصريه الحمد لله شنطه صغيره في ايدي كده شالها وجاي بيها من الشغل او جاي يشيلوها عنك ياخدوها عني بتاعه كيلو او كيلو ركبت الاتوبيس يقوموا يقعدوكي يقوموا يقعدوني هي دي العادات الحمد لله الشامه المصريه الحمد لله ربنا يبارك لك يا رب دول ساعدوكي كمان وادوكي طاقه ايجابيه الحمد لله ربنا يبارك كل ما بشوف كده انا الحمد لله انا بنزل شغلي اكون تعبانه او اي حاجه طول الليل ما نمتش والسكر عالي عليا وانا نازله بدعي من ربنا الحمد لله ربنا يسهل لي ويشفيني ويشفي كل مريض امين يا رب ويسهل للناس كلها مش بطلب لانه يسهل لي انا بس قولي لي يا ام انت بتتابعي برامج الاكل اللي بتشوفها على التلفزيون لا بسيط لما بشوفها ايوه واكيد بتتابع القناه الاولى بتتابع القناه الاولى البرنامج بتاعنا اسمه اكله امي اكله امي عارف ليه سميناها اكله امي ايوه عشان نفتكر اكله امهاتنا امهاتنا اللي مهما نعمل مش هنوصل للطعم بتاعها وهي اللي ربيناكوا وخليناكوا كده الله يبارك لك حد بيعمل العكس احسن منك في ولادك لا انا دلوقتي علمت محمد ابني اديته السر بتاع الصنعه اديته السر بتاع ايه سر الصنعه بيعمل العدس زي ما انا طب ايه السر اللي انت بتعمليه في العدس غيرك ما بيعملوش هو ربنا شخص لي طبعا دي حل اللي في ايدك يعني دي حاجه بتاعت ربنا كدا. بس في سر كده محدش انا قلت لك بجيب مثلا ايه دلوقتي انا بجيب 45 كيلو عدس 50 كيلو عدس وبعملهم حلو عليهم مثلا 4 كيلو جزر حلو 3 كيلو جزر حلو مثلا على العدس 3 كيلو بطاطس ليه بقى عشان خاطر بيدي للعدس ايه قوام قوام ومسكر طيب وكده تمام طيب ايه رايك بقى في ريحه الكبده اللي انا بعملها لا دلوقتي. جميله والله اديك السر بقى هنا لا جميله انا السر مني انت حطيتها طبعا شويه ثوم ايوه عشان ضحكه حلوه كده ست عظيمه والله لازم الزيت يا امي يكون سخن جامد وبعدين تحط احط الكبده احط الكلاوي عليها تنزل على الزيت وهو سخن وسخن واه
هو ده اللي بيخليها تعمل ريحه. الله يبارك. وده اللي بيخلي الدهن لون وطعم في نفس الوقت. معانا الحاجه صباح. يا حاجه صباح ازاي؟ ازيك يا شيف مغاز؟ ازيك؟ اهلا وسهلا. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه يا حاجه صباح. والله والله انا بتفرج عليك على طول والله في التلفزيون. الله يبارك لك يا حاجه. تكلمينا منين يا حاجه صباح؟ اكلك من الهرم يا من باشي. الجيزه يا حاجه صباح. معايا الحاجه صابرين النهارده. الحاجه صابرين عسل والله. على فكره هي شبهي قوي قوي قوي. شبهي. الله يخليك يا حبيبي. الله يخليك يا حبيبي. هي شبه كل المصريين. الله يستر عليك يا رب. الله يبارك لك. كل سنه وحضرتها طيبه. وكل سنه وانت طيبه. وربنا يخليها يا رب ويديها الصحه. الله يخليك يا حبيبتي. امين يا رب. ويشفيها ويشفي عنها وعننا يا رب. اشكرك. كل سنه وانت طيبه. ان ربنا يعدل لها كده يا رب ويصلح حالها. الله يخليك يا حبيبتي. عمريني يا ست الكل. بس كده ايه الحلاوه دي؟ شفت كلهم بيحيوك ازاي؟ كل مصر بتحييك النهارده. بتقولي ربنا يعدلها لك. ربنا يعدلها لي بالحجه والعمره ما زي بقى. عايزه تعملي حجه وعمره وان شاء الله هتعملي حجه وعمره باذن الله. ربنا هينول لك اللي في بالك باذن الله ان شاء الله. تدعي لنا يا امي هناك لما تروحي ان شاء الله. ان شاء الله يا الله يبارك لك. الله يبارك لك ان شاء الله. طب قولي لي اكتر حاجه يعني تبسطك وتضحكي كده من قلبك. انت كده كده بشوشه وبتضحكي. بسم الله ما شاء الله. انا ما بشوف عيالي حواليا واولاد عيالي حوالي حفيدتي قدامي بتتلموا كلكم على طبليه واحده. ببقى مبسوطه. تبقى مبسوطه. لما يكون عندي في اليوم ده كلهم انا ببقى مبسوطه. ربنا يديك الصحه يا رب. الله يخليك يا حبيبي. ربنا يبارك لك ويستر عليك يا رب. امين يا رب. نطلع فاصل صغير ونرجع لام لكل المصريين والام المثاليه. وده طبعا تكريم من القناه الاولى للحاجه صابرين محمد الجبالي. اوعى تروحوا بعيد. تابعوني بعد الفاصل. اشكرك. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لمفاجأتنا النهاردة والمناسبة الجميلة المناسبة السعيدة وحكاية كل أم عظيمة. كل أم قدرت تثبت للمجتمع كله أن هي 100 راجل وأم لكل المصريين. الحاجة صبرية محمد الجبالي. ازيك يا حاجة صبرية؟ الله يخليك. منورة التلفزيون المصري. الله يخليكم انتوا أكتر والله. ومنورة على شاشة القناة الأولى. انتوا نورتوني والله وحياة ربنا. ربنا يكفيكم شر المرض. أنت لازم تاكلي من إيدي يا أم عشان أنا ليا الشرف النهاردة والله. الله يخليك يا حبيبي. بجد عشان أقول الحاجة صبرية أكلت من إيدي والتاريخ يسجل. إيه رأيك؟ حطي شوية بقدونس حلوين كده. أنا طبق ومعلقة أهوت وعايزك تدوق الرز المعمر اللي إحنا عملناه. رز كده طبعا انت بتعمليه برضو احسن مني. لا رز المصري. لا مفيش حد بيعمل حاجه احسن لا منك. يا أم. لا والله لا دي حاجه زي الفل. انا في اكلات لما بعملها حاجه لما اكون حتى الواحد مش جعان ريقك بيجري للحاجه عايز ياكل. روح الله يبارك لك. في حاجات لما بعملها بعملها وانا مرعوب. ليه؟ اكلات عملتها الام خلاص اثبتت وحفرتها في دماغنا. فلما اجي اعملها مهما اعمل مش هتبقى زي بتاعت الام. لا يا حبيبي ربنا يستر عليك يا رب. الله يديك الصحه. انت عامل احلى حاجه واحسن حاجه والله. الله يبارك. دوق الرز المعمر كده وطلع الكلاوي والكبد من قلب الرز. تعالى اتفضلوا كلوا معايا. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ اتفضلوا كلوا معايا اكل. اللهم صل على النبي. الله افضل الصلاه والسلام. ما تعملوش اي ام عشان هو بيقول لك ما اعرفش ايه بس هو عاملها احسن مننا. روح الله يبارك لك. اه والله احسن. انت مذيعه شاطره كمان. ايه الحلاوه دي؟ كل الف هنا وشفا. اتفضلوا. ضحكتك جميله. الله يخليك. الله يبارك لك. دوقي بألف هنا وشفا. انا هاخد حته صغيره عشان يا ام ده هتاخديه معاك وانت انا هديه لك انا. تديني ايه؟ مش معاكي بنت بنت بنتك؟ بنت جايباكي؟ ايوه هعمل لك حلو كمان اهوت بسرعه. مهلبيه التمر. قولي لي رايك بقى. طلعي لي الكبد حاضر. طلعي الكبد وكلاوي. اكلت كده. سيبني بقى كده. دوقي بقى الاكل كده. قولي رايك فيه. خليني احط لك شويه كلاوي. احنا طبعا يا حاجه النهارده يعني عايزين نعمل لك كل حاجه. احلى حاجه والله. روح الله يبارك لك يا رب. والله احسن احلى حاجه واطعم حاجه. اتفضلي. بس. الف هنا وشفا. ما تحطش تاني. ما تحطش تاني. انا عايز احط لك الاكل كله. الله يخليك يا حبيبي. احنا طبعا عايزين نعمل لك كل حاجه حلوه. الله يخليك. فاحنا بس يعني نقدر نقدم لك القناه الاولى هتقدم لك احلى بوكيه ورد في مصر. الله يخليك يا حبيبي. يعني بيحمل كل معاني الحب من كل الامهات المصريين. الله يستر عليك. وكل الساده المشاهدين. نقدر ان احنا نعبر باللي جوانا ونقول لك يعني شكرا على اللي انت قدمتيه لمجتمعك وناسك واهلك واسرتك. الله يستر عليك. الله يستر عليك. وقدرتي انك تستري ايامك وربنا يسترها معاكي. الله يستر عليك. الله يبارك لك يا امي. ويكفيكوا شر المرض. امين يا رب. احسن حاجه ويعني عند البني ادم بالدنيا كلها. طب يا ام انا عايز منك كلمتين حلوين كده لكل ام بتتابعنا دلوقتي. ان شاء الله. اتفضلي. قولي كلمتين حلوين لكل ام بتتابعنا وبمناسبه عيد الام. الله يخليك. لكل ام اتفضلي. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي.
كل سنة وانتوا طيبين. وانت طيبين. ويسترها عليكم يا رب، وعقبال كل العالمين. سنة نبقى مع بعضينا كده حلوين وكويسين. الله يسترها عليكم يا رب. امين يا رب العالمين. احنا الحمد لله برضو جمولي. يعني الواحد برضو شقي وتعب وكل حاجة، وعيالنا برضو عاملة كل ده في معانا. الحمد لله. الحمد لله، ربنا يسترها يا رب. يا أمي. إيه يا منا؟ منا بتشوفك دلوقتي؟ منا. ما بتردش علي بنت الكلب. أيوه خد. كل سنة وأنت طيبة يا أمي. كل سنة وأنتوا طيبين. أمي اتفضل. كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، كل سنة وأنت طيب. دي يعني أقل حاجة ممكن نعملها. الله يخليك، كل سنة وأنت طيبة. كل سنة وأنت طيبة. كل سنة وأنت طيبة. كل سنة وأنت طيبة. الله يخليك. ودينا. ربنا معاك. ودعي لمصر. وكفيكوا شر المرض. وندعي لمصر الحاج شوية. قائد مصر القائد العظيم. القائد العظيم. والسيسي ربنا يسترها عليه برضه ويكفي شر المرض. آمين يا رب. حلقتنا النهاردة فيها تفاصيل كتير، فيها أم عظيمة. ألف هنا وشفا يا أمي. حلقتنا النهارده فيها تفاصيل كتير وفيها معلومة غير معلومة، كمان المفاجأة النهارده لكل المصريين، ما بيفوتناش لحظة ولا بيفوتنا مناسبة إلا لما يكون لنا حكاية على شاشة القناة الأولى. أم عظيمة لكل المصريين، وكمان أثبتت بجدارة لكل الناس إن هي تقدر تواجه الصعاب. ربت ولاد ولادها وربت ولادها وجوزتهم، وربنا يديك الصحة يا رب. أطبخنا على شاشة القناة الأولى، رؤية فن إبداع، كل يوم من ماس بيروت.